بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تعزيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفلسطيني الشقيق سائلا المولى تعالى أن يتغمده بوافع بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأشاد جلالته في البرقية بجهود الدكتور صائب عريقات رحمه الله وإسهاماته في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني